أشهر ناس في العالم أسلموا. ده مالكوم إكس، شوفوا الراجل، على فكرة الراجل ده مشهور جدا في ودانة جوز أنيليكا، ده الرياضي اللي كان لسه احنا شايفينه دلوقتي حالا، أظن ده لاعب برشلونة، ده ريبيري. شوفوا الخضوع والخشوع على وجوههم، وده بيزي بوم. ده برناردو هوكينز، في ده طبعا يعني محمد علي. بيت على الحسن العبقى فالورد تضوع. ده راجل من الفنانين بس الاسلام دخل قلبه، اسمه أرطب لاكي. ده طبعا يوسف اسلام، الراجل اللي كان اشهر مغني في انجلترا، وده اسلم وعامل اغاني عظيمه جدا عن الاسلام وعن الدعوه الى الله. وده جيرمان جاكسون، الراجل ده اخو مايكل جاكسون، اخو مايكل جاكسون. وده فليب تريجر، ده اظن مدرب كبير جدا. وده ابيدال لعيب برشلونه، اريك ابيدال. وده اظن ايضا احد الفنانين، دانيال تشيبي. وده مايك تايسون وهو بيصلي. كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفق. وده رجي، وده أحمد جمال. فالورد تضوع ده بن ميتسو، الراجل ده اللي هو كان مدرب منتخب فرنسا، أسلم كان مدرب منتخب فرنسا. وده ايس كوب، ده اظن فنان. ده كومون، واكرم من ربي خلق. وده حمزه يوسف. الناس دي على فكرة ليهم ثقل كبير جدا في حياة الناس. وده ديفيد علي، وده داني ويليامز. شوف البشاشة اللي على وجوههم بعد ما أسلموا. ده فنان كان اسمه طبعا كريس إيبانك. ده إيفرلاست، ده جيمس لي، ده من أصول صينية، راجل رياضي مشهور جدا. ده جيمي كليف. أمطيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى. حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي. الراجل ده ألكسندر، ده من الناس المشهورة جدا، من أصل روسي بس في فرنسا. ده راجل مشهور جدا هناك، من مشاهير المفكرين والعلماء الاجتماعيين. وجعله يقلد في صبر.
ده فليب جرمين. حسن يا رب لنا الخلق. ده ممثل هناك، ممثل كوميدي ريتشارد موس. ده اللي بيقول دايما ربنا خلقني بضحك. وده ريان هاريس، ده من الرياضيين. ده يوسف لطيف من الموسيقيين طبعا.